السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حالة. هل حبوب علاج ضعف الانتصاب هي الحل؟ هل الحبوب المشهورة فياجرا والليفيترا وسيالس هي حل وعلاج دائم لمشكلة الانتصاب؟ الإجابة المختصرة لا، مش هي الحل. طب إيه هو الحل؟ خليكم معايا. الأول خلينا نشوف الثلاث أنواع وبدائلهم اللي موجودين دلوقتي في السوق، منتشرين في كتير من الدول البدائل. الحبوب الأساسية اللي هو فياجرا، أول نوع فياجرا وهو ده عبارة عن سيلدينافيل، وتاني نوع ليفيترا فيردينافيل، وتالت نوع سيالس تادالافيل. بالمناسبة عشان تحفظ إن فياجرا سيلدينافيل وليفيترا مش عارف إيه وكده، يمكن صعبة طبعا على الإنسان العادي، وبعض الدكاترة اللي هم مش يعني ايديهم مش في الشغلانة دي ممكن تصعب عليهم الشغلانة شوية ينسوها. ففي طريقة سهلة تفتكروا بيها. أول حاجة المركب الوحيد اللي فيه حرف V ليفيترا، ماشي؟ المركب النشط الوحيد اللي فيه حرف V فيردينافيل. ده فيه حرف V وده حرف V، يبقى ليفيترا هو فيردينافيل، أوكي؟ السيالس هو الوحيد اللي فيه حرف ايه في البداية، سيالس، اوكي، سيالس. فاذا تروح على المركب اللي فيه حرف ايه في البداية، تادالافيل، تادالافيل. الباقي بقى سيلدينافيل. يعني دي كده ايه طريقة عشان الواحد يفتكرها. يعني انا شخصيا في الاول عملت كده عشان افتكر، انا كنت بتبع الطريقة دي عشان افتكر، اقول ان ليفيترا فيها في وفيردينافيل فيها في، يبقى ديت هي دي. وبعدين سيالس فيها ماده شويه، فياجرا ما فيهاش فياجرا، لكن سيالس فيها ماده شويه، فبناخد المركب اللي فيه الماده تادالافيل، والتالت يبقى هو بقى السيلدينافيل، فياجرا السيلدينافيل. المهم الحاجات ديت مش حل دائم او علاج دائم. ليه؟ لان انت محتاج تاخدها دايما دايما دايما. تاخد الحبايه يبقى عندك مفعول لفتره ما، وبعديها المفعول بينتهي، محتاج تاخد ايه حبايه تانية. يعني عندك المجموعه الاولى اللي هي فياجرا والليفيترا، الفعاليه بتاعتهم بتستمر من 4 إلى 6 ساعات، يعني هي يوم اللي هتاخد فيه الحبايه وانتهينا. لو انت من النوع اللي يعني محتاج كل يوم او كل يومين، يبقى اذا لازم تاخد مره تانية. الوحيد اللي بيمتد شويه 36 ساعه، يعني يومين ونص، اللي هو السالس. يعني انت لو هتاخد السالس محتاج تاخده كل 3 ايام عشان دايما يبقى عندك احساس بهذا النشاط والقدره على الممارسه. طب معقوله الواحد يستمر ياخد هذه الحبوب؟ تكلفه الحبوب دي 20 الى يعني الرخيص فيها 20 دولار والسالس طبعا غالي شوية. معقولة 20 دولار كل يوم أو كل يومين؟ طبعا كلام مش منطقي. ولحسن الحظ لو أنت مضطر تاخد هذه الحبوب، يبقى إذا تاخد المادة العلمية بتاعتها أو المادة الفعالة اللي هي سيلدينافيل. عايز تاخد فياجرا، بدل ما تاخد الفياجرا بحوالي 20 دولار، عندك السيلدينافيل في معظم الدول بتنتج بحوالي دولار، نفس الحكاية اللي هي 100 مللي جرام وسعرها دولار واحد، والمفعول هو هو لا نقاش. السيالس برضو في مادة، عايز تاخد السيالس اللي هي مفعولها اكتر، تقدر تاخد التدالافيل. اي مركب في السوق في التدالافيل. طيب ايه يعني، اديكم مثال. مثلا في مصر، مصر فيها الفياجرا. الفياجرا عندنا في مصر في 3 انواع على ما اذكر، انا كاتبهم عندي اهوت عشان انا مش شغال في مصر، مش حافظ. سيلدين، في سيلدين بكام؟ عبوه 4 اقراص ب 12 جنيه. يعني القرص ما يقفش ب 3 جنيه. يعني ايه؟ يعني حتى مش دولار، ده 3 جنيه يمكن ربع دولار او 5 دولار. فرق كبير، 20 دولار من ربع دولار فرق كبير. فايركتا 9 اقراص ب 41 جنيه. يعني القرص ما يقفش بايه؟ ب 5 جنيه. برضه تلت او ربع دولار. ايريك 12 قرص ب 65 جنيه. يعني الاسعار اللي انا بقولها دي تقريبيه حسب ما اتذكر وكاتبها عندي. 12 قرص ب 65 جنيه، يعني القرص برضو بحوالي 5 جنيه، تلت دولار.
وفي برضو في مصر السيالس إريكتاليس. إريكتاليس هو السيالس. اتنين قرص بخمسين جنيه، يعني القرص بخمسة وعشرين جنيه، حوالي أقل من دولار ونص. طبعا السيالس يمكن حوالي $30 السيالس البراندد. أما اللي فترة الأمثلة في مصر في فاردي وفي ريتيكتا بارد، برضو دول فاردي مثلا أربع أقراص بأربع وعشرين جنيه، يعني القرص بستة جنيه، والتاني ريتيكا الأسامي كترت أصلها، ريتيكا فارد القرصين ب 15 جنيه، يعني واحد ب 7 جنيه. فبقول له يعني اللي مضطر ياخد بدل ما ياخد البراندد الغالي قوي ده بياخد المركبات المصنعه عنده محليا اللي هي بتتكون منها، وكلها طبعا بتخضع لوزارات الصحه والمقاييس تصنيع الادويه، فما فيش نقاش ان هي نفس المفعول، لا جدال في هذا. طيب ما احنا قلنا الحاجات ديت مفعولها مؤقت، يعني انت لازم تاخدها دايما عشان يبقى عندك نشاط. طب امال ايه الحل الدائم؟ هقول لكم ايه هو الحل الدائم. الحل الدائم في جمله واحده وخصوصا، هو ينفع لكل الناس، ينفع لكل الناس، بس بدرجه اخص الناس اللي يستفيدوا منه اكتر الناس اللي عندهم هرمون الذكوره التستوستيرون مستوى منخفض. بنعرف ازاي؟ بتعمل تحليل تستوستيرون في الدم، هيطلع التحليل بتاعك منخفض. لو التحليل بتاعك منخفض او انت كبير السن، سنك فوق الخمسين او الستين، في الغالب التستوستيرون في الغالب بيبقى برضه منخفض. الناس ديت هتستفيد جدا من الحل اللي انا هقول لكم عليه، وانتوا يمكن عارفين ايه هو. اتباع اسلوب الحياه الصحي. اتباع اسلوب الحياه الصحي اللي هو مكون من ثلاث حاجات: اكل صحي سليم. ليه؟ عشان الاكل الصحي السليم بيزود جسمك بالمغذيات الاساسيه والمكونات المطلوبه في تكوين الهرمونات، ومنها هرمون التستوستيرون ومنها هرمون الجروث هرمون، ودول مطلوبين جدا لتصنيع الحيوان المنوي ولزياده النشاط الجنسي عند الرجل. فاذا الاكل او الطعام الصحي بيزودك بمكونات وبيجنبك حاجات ضد، يعني الحاجات الضاره. انت هتمتنع عن اكل الدهنيات الحيوانيه او تقلل منها، هتمتنع عن اكل السكر الابيض وما فيه كل الاكلات اللي فيها سكر ابيض. امتناعك عن الحاجات دي هيفتح الطريق لانتاج هرمون التستوستيرون بشكل جيد، والامتناع عن التدخين والكحوليات، لان الحاجات ديت برضو الدراسات اثبتت ان هي بتقلل او بتتعارض مع التستوستيرون. دي اول حاجه. النوم الصحي اللي هو من 7 الى 8 ساعات يوميا، نوم صحيح سليم. ليه؟ لان اثناء النوم العميق في النوم موجات، في موجه منهم الموجه العميقه بيتا، الجسم بيفرز هرمون التستوستيرون والجروس هرمون، وده قلنا عرفنا ان هما دي حاجات مهمه جدا. طبعا بالاضافه لحاجات اخرى كثيره، منها غسيل الدماغ اثناء النوم، يعني الدماغ بيتغسل من الاكسده والسميات النفسيه والكيماويه طول النهار، فبالتالي اما المخ يبقى فريش ومرتاح اكيد الواحد رغبته في زوجته بتبقى افضل. ثالث حاجه الرياضه. يبقى قلنا الاكل الصحي السليم، النوم الصحي السليم، الرياضه البدنيه المناسبه. الرياضه البدنيه المناسبه ايه هي؟ ان انت تستمر على عمل تمارين رياضيه في البيت، في الشارع، جري، مشي، في الجيم، ايا كان، بس ايه تمارين رياضيه جاده لمده ساعه الا ربع يوميا تقريبا، او على الاقل اربع خمس ايام في الاسبوع. ليه؟ لان اثناء الرياضه اللي الواحد بيعمل رياضه الى الحد الاقصى من مجهوده، مش رياضه دلع لا، يعني تبذل 45 دقيقه بتبذل فيهم الحد الاقصى من جهدك. اثناء هذه الرياضه المناسبه برضو هرمون التستوستيرون بينط، يعني الدراسات اثبتت ان الناس لما بيعملوا لهم تحليل التستوستيرون قبل ما يروح الجيم وبعد ما بيروح الجيم بيلاقوا في فرق في نسبة التستوستيرون بالزيادة بعد الجيم. فده الحل الدائم. ما انت الهرمون التستوستيرون بتاعك لما يزيد اكيد يبقى انت ده حل طبيعي ورباني ومستمر. وبعدين عندك دي حاجة مش عايزة يعني 20-30 دولار تصرفها ولا بتدخل في جسمك كيماويات، وانما حاجات طبيعية. انت طبيعي بتاكل كل يوم، بس كل ما في الامر ان انت تاكل اكل صحي سليم. بتنام كل يوم، بس كل في الامر ان انت تظبط النوم بحيث يكون
نوم صحي. الحاجة التالتة إن أنت تضيفها على حياتك، لو حياتك مجرد حياة رخوة كده متراخية، إن أنت تبذل مجهود عضلي. لو طبيعة عملك وحياتك ما فيهوش المجهود العضلي العنيف، يبقى مطلوب منك إن أنت تضيفه بشكل تمارين رياضية. وبكده هو ده الحل. وبعدين الكلام ده مش كلام طبيب فقط، وإنما كلام مجرب. يعني اللي عايز يمشي على سياسة اسأل الطبيب، فأنا بكلمك يا طبيب. لو الحاجة التانية اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، برضو أنا بكلمك على إن إنسان مجرب هذا الأمور. ويا رب الكلام ده يتسمع ويتطبق وتستفيدوا منه جميعا إن شاء الله. وفي آخر الفيديو أقول لكم، لو شايفين إن الفيديو ده أفادكم أو يعني عمل لكم إنسبيريشن، اللي مش مشترك يشترك وتعملوا لايك. والحاجة الثالثة لو أمكن تنشروه لأصدقائكم وأصحابكم، عشان يعني الناس كلها تستفيد. ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.